افتتاح المكتب اليوم ياتي ضمن خطه اداره الاعمال في مكان واحد للخدمات الحكوميه من باب التسهيل على التجار وتوفير الوقت والجهد عليهم. هذا المكتب التاسع يتم افتتاحه الى جانب مؤسسات حكوميه اخرى. المؤسسه العامه لاداره الدواب من اهم المؤسسات في الدعم اليوم في قطاع هذا المكتب في هذا المكان وقت عمان يوفر الوقت على مش بس التاجر ايضا على المستثمر العربي والاجنبي حتى من خلال قاعده البيانات والمعلومات التوعيه والارشاد اللي تقدمها من خلال المكتب كثير من المستثمرين يحصلوا معلومه شروط الاعتماد انشاء مصنع لانشاء اي منشاه تجاريه او تقنيه او ابتدائيه فاتوقع هذا نجاح ان شاء الله يكون ايضا تقرير عن اليوم ودورات توعيه وارشاد عمل حتى هي العام في قطاع عمان هي تقريبا 80% من هيئه العمل في المملكه تكون على درجه عاليه من الوعي والتفكير في التعليمات والدراسه حتى نتجنب المخالفات اللي كنا بنحاول انه ما تكون هدف اما ان شاء الله ان نتعامل مع التحسس والاداء والدراسه ان شاء الله اليوم يكون مرتاح. هناك مشاريع اخرى او جهات اخرى ستكون بدايه العام الجديد لكن اصبح الدوائر انجاز كبير من اهم المؤسسات التي تعمل معها اليوم.